طيب، عايز اتكلم معاكم في مواعيد مباريات الاهلي في شهر مارس. احنا عارفين طبعا بخلاف مباراه صن داونز اللي هي مباراه الاياب اللي هتكون يوم 7 اللي هو يوم السبت مش اللي جاي اللي بعديه، فبالتالي في مباريات اخرى في بطوله الدوري بعد اعلان اتحاد الكره المصري مواعيد الدور الثاني لبطوله الدوري المصري. فخليني اقول لحضراتكم ان اول مباراه للاهلي هتكون امام سموحه يوم 11/3، وبعد كده هتلعب المباراه المؤجله من الاسبوع ال 15 مع انبي يوم 14/3، بعد كده هتلعب الانتاج الحربي يوم 18، وهتلعب اسوان يوم 21. هنا بقى السؤال بصراحه، يعني لان الحاجات دي بتقابلنا كده في السكه يعني واحنا ماشيين، موضوع ان انت دلوقتي الاهلي هيلعب يوم كام؟ يوم 7 مع صن داونز اللي هي مباراه الاياب فين؟ في جنوب افريقيا. يعني عشان يرجع الاهلي هيرجع يوم 8. في المقابل وهي مش مقارنه، بس انا عن نفسي افهم الفكره في ايه. يعني الفكره الناس بتوع لجنه المسابقات دول هم بيحطوا مواعيد المباريات بيفكروا في ايه؟ يعني ايه اللي هم شايفينه احنا مش شايفينه؟ ايه اللي احنا مش واخدين بالنا منه يعني؟ ولا هو لازم يبقى حاجه مختلفه عشان يبقى انا كده عبقري؟ مش عارف. بس هو حاطط لك الاهلي مع سموحه يوم 11 رغم ان الاهلي هيرجع يوم 8 من جنوب افريقيا. في المقابل مثلا الزمالك هيلعب يوم 6 مع الترجي في تونس. الترجي يعني تونس مسافه ايه على ما اتذكر 3 4 ساعات تقريبا، لكن في المقابل مسافه من جنوب افريقيا لمصر حوالي 11 ساعه. ف يعني كان من الاولى الفريق اللي هيلعب يوم 7 سواء كان الاهلي او الزمالك، يعني بالمناسبه اللي هيلعب يوم 7 يلعب يوم 12 مش يوم 11. وحاطط الزمالك يوم 12 في المباراه، ما اعرفش هيلعب مين الزمالك يوم 12. فانا نفسي افهم الفكره في الناس بتفكر ازاي، مش عارف. لكن دي جزئيه غريبه من ضمن الجزئيات اللي احنا دايما بنشوفها والمواقف اللي احنا دايما بنشوفها من الناس المسؤوله في اتحاد الكوره او من اللجان المختلفه، يعني سواء فيما يتعلق بعقوبات مواعيد مباريات، كلام كتير ولخبطه كتير يعني اتكلمنا فيها على مدار الاسبوع ده كله في الحقيقه. لكن في العموم الاهلي جاهز لكل التحديات. الاهلي دايما بيحترم المسابقه، بيحترم مواعيد المباريات، بيوصل في ميعاده، كل الامور بالنسبه له ماشيه كويس. يعني دايما الاهلي بيبقى ملتزم، ما فيش كلام في الجزئيه دي.